يبدو أنه بقي لها أسئلة أخرى فتقول في هذا السؤال: هل صحيح أن وضع أحمر الشفاه في نهار رمضان يبطل الصيام؟ وإذا كان صحيحا فماذا أفعل علما بأنني كنت أضعه وأنا صائمة ولا أعلم بذلك، وحتى عندما قضيت الصيام وصمت ستا من شوال كنت أضع أحمر الشفاه، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ لا بأس بذلك، وضع شيء على الشفاه من الأدهان أو الأشياء التجميلية ولا يضر هذا على الصيام إن شاء الله. إن شاء الله جزاكم الله خيرا.